بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف يا جماعة قد ايه دموع والدة نور هتهز قلب كل واحد فيكم. نور بنت كفر أبشيش متغيبة عن أهلها بقالها حوالي 100 يوم دلوقتي. أنا سجلت مع مامتها علشان هي نفسها إن كل الناس تشوف الفيديو وتشاركه، لعل وعسى أي حد يوصلنا لأي معلومة توصلهم لنور. هسيبكم مع الفيديو تشوفوا. اتفضل حضرتك. احنا بنفوض امرنا لربنا سبحانه وتعالى، وبعدين ربنا قادر ان هو يعني يلهمنا الصبر وان نور ترجع بالسلامة ان شاء الله. انا والدة نور اصاب بورسعيس، اطلب من اي حد يشوف صورتها او حد يشوف البوست بتاعها يدلنا بس عليها، واللي خدها لو طلب الدنيا بحالها ياخدها، ومش هاذيه مش هنأذيه في اي حاجة خالص، حد يشوفها يدلنا عليها بس بأي تليفون ولا اي حاجة. هي غايبة بقالها قد ايه دلوقتي؟ بقالها 100 يوم دلوقتي مفيش اي خبر عنها خالص، ولا حد اتصل بيكم ولا ولا حد في اي حاجة؟ اتصل ولا حد ساهم على فلوس ولا حد اي حاجة، الحقيقة حاجة خالص مفيش. حد من ولاد اي الحلال حد يكون ما شاف اي صورتها اي او حد اي حاجة؟ اي حد ابن حلال يشوف اي صورتها او شافها مع اي حد وخايف يبلغنا، يبعت لنا اي تليفون ورقة اي حاجة يدلنا عليها، واحنا مش هنأذي حد خالص، مش هنأذي حد، احنا ما بنأذيش حد اصلا. ربنا موجود ان شاء الله يا حاج. وعايزة اطلب برضه اطلب تاني من اي حد يحرمها من اهلها ومن اخواتها، معرفش بتاكل ولا عيانة ولا بتشرب ولا ايه بالظبط. انا ما نمش. ربنا موجود، انا ما نمش. ربنا موجود. صلى على النبي يا حاج، صلى على النبي. ربنا موجود، واحنا ما فيش قدامنا الا ربنا سبحانه وتعالى. ادعي ادعي ربنا كده وانت ساجده، يا دور وربنا من اشغل ربي، موجود. انا ما نمش، ربنا موجود، صمدوه. انا ما نمش، ربنا موجود. انا ما نمش، ربنا موجود، صمدوه. انا ما نمش، ربنا موجود.